خليك معايا اسمع هذه القصة، هذه قصة مع أغنية. غير هذه القصة، هذه اسمع هذه القصة. هذه واحد الشاب المهدي خدم كيتقاتل في الحياة، كاملين كنتقاتلوا كأي شاب مغربي كيتقاتل. الكوليك ديالو صحابو كلهم شارين واخدين دي فواتور مهدي، كل واحد عنده فواتور ديالو، كل واحد ومسكين ما عندوش، يلا كيجمع جمع واحد المونطون واحد لاصون باش يلا يلا يريكوبيري باش يشري الطوموبيل. واسمع اسمع، علاش واجب وضروري انك تعطي لوالديك؟ المهم وصل اللحظه اللي خصو يشري فيها الطوموبيل، شكون اللي غيمرض؟ الام. الام رضعت، وسبحان الله مهدي هذه القضيه ديال كتبقى تجمع، هذه مجربه كتبقى تجمع وكتخرج لك شحال، هذه الحياه كتخرج لك حاجه من الجن، هذه الحياه. غتمرض الام، اش غيدير هذا السيد؟ داكشي كامل اللي جمعو صرفوا على الام، صرفوا على من؟ على الام. والفلوس اللي كيتخسروا على الوالدين عمرهم كيمشيو لشي بلاصه. سيدي المستمع، سيدتي المستمعه، دي هذه معك، دي غير هذه معك. الفلوس اللي كيتصرفوا على الوالدين عمر ربي عز وجل كيضيعهم لك، دي غير هذه معك. الفلوس اللي كتخسرهم على والديك كتعطيهم لوالديك كتفرح بهم لوالديك، اقسم بالله العلي العظيم عمرهم كيمشيو لشي بلاصه غيرجعوا لك، كيرجعوا لك بالدوبل وبالتريبل، وكيرجعوا لك بالفرحه والخدمه والصحه والنجاح والزواج والذريه الصالحه. الوالدين الفلوس اللي كيمشيو من اجلهم الله عز وجل كيبارك فيهم وكيرجعهم. هادشي اللي غيطرى لهاد الولد هذا، خسر ديك الفليسات كما نسميهمش خسر، انفق في سبيل الله الام ديالو اللي تستحق داك الفلوس. الحمد لله ليسونسييل ان الام مرات بخير، طرات لوبيراسيون ديالها ترونكيل. شنو نقول لك مهدي؟ مرها باسبوع اخويا مهدي، باسبوع جاتو خدمه تريبل الصالير اللي كان كيخدمو في الخدمه الاولى، دار طوموبيل في ظرف عامين، دار طوموبيل، دار دارو، الحياه كلها ابتسمت له. بسبت اش؟ ما خلاش والديه.